صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 38 لسنة 2024 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للإنعقاد. نصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد 13 من شهر أكتوبر 2024 لافتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.